كرسي الحكام على إيفام. كرسي الحكام نص عماد بن حميدة، موسيقى محمد أمين مرابط. مرحبا بكم في الموسم الثاني من كرسي الحكام، الحلقة 25. وكما سبق وحكينا لكم الإطار متاع الحلقة الفايتة كان نقابي، وحديثنا كان على محمد علي الحامي ونضالاته. وكما تعرفوا مسيرته مليانة بالأحداث، وخاصة في الفترة اللي عداها بالخارج، أساسا فترة التعلم متاعه في ألمانيا، واللي ما نعرفوش عليها في الحقيقة برشا أشياء، كما ما نعرفوش زادة كيفاش رجع لتونس في عام 1924، وبالتحديد في شهر مارس، لأنه ما كانش مرحب به من طرف سلطة الحماية. محمد علي الحامي رجع من برلين بكل حماس، وتشبع بالأفكار متاع الفلاسفة الألمانيين وغيرهم، واكب زاد الحركات النقابية في أوروبا، وانضم لعدة تيارات شيوعية ما بين الماركسية الصرفة أو اللي تؤمن بالثورة البولشيفية ودورها في انعتاق العمال. التجربة اللي رجع بها محمد علي الحامي رغم قصر المدة متاعها كانت ثرية جدا، والحماس متاعه لحقوق الطبقة الشغيلة هو اللي باش يخليه ينطلق في بناء أول هيكل نقابي تونسي صرف. كما سبق وقلنا لكم، مع وصول محمد علي الحامي البلاد كانت تغلي، والغليان هذا ساهم فيه استقالة الباي واستفافه إلى جانب المستعمر، وساهمت فيه أكثر الأزمة الاقتصادية والفقر المدقع اللي عم أغلب شرائح المجتمع التونسي. لكن الحامي باش يلقى زادة حركة صحفية كبيرة رغم تكميم الأفواه، وباش يلقى نشاطات مسرحية وفنية وثقافية، وخاصة بداية ظهور المقاهي اللي أموها المثقفين والصحفيين والفنانين، كما البنك العريانة وتحت السور اللي باش يجيكم عليهم الحديث من بعد. محمد علي الحامي ما خسرش الوقت، عمل اجتماع في مقر الخلدونية وعرض فيه الخطوط الكبرى متاع برنامجه الاقتصادي الاشتراكي، واللي يهدف بالأساس إلى تأسيس شركات تعاونية دي ميتويل زراعية وصناعية وتجارية ومالية في أهم مراكز البلاد. لكن مشروعه ما هوش باش يلقى مساندة كبيرة، نظرا للركود اللي حكينا عليه وغياب عدة وجوه وطنية، ووقتها اكتفى بجمعية التعاون الاقتصادي في القطاع التجاري، واللي تأسست نهار 29 جوان 1924. هالجمعية هذه لقات مساندة من عدة وجوه وطنية، كما الحبيب جواحدو والطاهر بوترعة والطاهر صفر والطاهر الحداد وغيرهم. وأول تحرك عمالي دعا ليه محمد علي الحامي كان يوم 13 أوت 1924، وهو جايكم الحديث. في 13 أوت 1924 العمال متاع الرصيف، يعني البورت متاع تونس، استجابوا لدعوة الحامي، وأغلبهم كانوا ولاد بلاده يعني من الحامة، وقاموا باعتصام مشفوع بإضراب، وتكونت لجنة تسهر على حسن سير الإضراب، فيها عدة رفقاء للحامي من أحمد توفيق المدني، أحمد ميلاد، ومختار العياري وغيرهم. والاعتصامات امتدت إلى عدة مواني وجهات في البلاد،
من بورت بنزرت المعامل الإسمنت والياجور، وكانت أول انطلاقة شعبية للحركة العمالية في تونس. وبالطبيعة الاعتصامات هذه ما عجبتش بالكل المستعمر، وباش تكون ردة الفعل متاعه قوية في المرحلة هذه. يقول القايل يولاندرا ما كانش ثم هياكل نقابية الدافع على العمال التونسيين. أي نعم موجودين، وأساسا اتحاد النقابات الفرنسي، لكنه موجه برمته للدفاع على حقوق العمال الفرنسيين أو الحاملين للجنسية الفرنسية أو الأوروباويين. التوانسة كان وجودهم كما عدم وجودهم في هالنقابات، وبالتالي محمد علي الحامي ورفاقه واللي كانوا يراوا أنه الشيء هذا ميز عنصري كبير وتفرقة اجتماعية واضحة في تعامل اتحاد النقابات الفرنسي مع العمال التونسيين. وقتها قروا بعث منظمة مستقلة على الفرنسيس، والفكرة تحصلت على مساندة الدستوريين، ووقتها تولدت جماعة عموم العمل التونسيين. جامعة عموم العمل التونسيين باش يقع انتخاب لجنتها الوقتية نهار 3 ديسمبر 1924 في قاعة الشغل بنهج الجزيرة، واللي هي اليوم مقر من مقرات الاتحاد العام التونسي للشغل. محمد علي الحامي وقع انتخابه كاتب عام، وابراهيم بن عمر كاتب عام مساعد، والطاهر الحداد تم انتخابه في لجنة الدعاية. وبطبيعة الحال ميلاد نقابة تونسية لحما ودما ما عجبش بالكل اتحاد النقابات الفرنسي، واللي على لسان كاتبه العام جوشون دوريل عارض بشدة بعث نقابة للتونسيين، وقام بحملة عشوائية ضد محمد علي الحامي ساندوه فيها أحزاب كتلة اليسار الفرنسي، واللي متكونة من الحزب الاشتراكي والحزب الراديكالي اللي فازوا في الانتخابات التشريعية الفرنسية متاع 11 ماي 1924، ورئيس الحكومة الائتلافية متاعك الوقت هو إدوار هيليوت. وباش يبعث الكاتب العام للسي جي تي يعني الكونفدرالية العامة للشغل، وباش يثبت ويدقق في الحكاية. في نفس الإطار النقابي محمد علي الحامي ماهوش باش يلقى مساندة كان من الحزب الشيوعي الفرنسي اللي وقف معاه وقفة رجال وساندوا في مشروعه، وقرر أنه يقف معاه بكل الأشكال النضالية باش يدافع على المنظمة متاع عموم العمل التونسيين. والشهادة متاع ممثل الحزب الشيوعي في تونس جون بول فينيدوري الترجم المعاذة اللي لقاها محمد علي الحامي لدى الشيوعيين. جون بول فينيدوري قال في محمد علي الحامي: ظل طوال نضاله النقابي الخادم الوفي والنزيه للطبقة الشغيلة التونسية. لكن الغريب في الأمر أنه الحزب الدستوري متاع الثعالبي واللي هو تونسي وطني كان عنده موقف حذر جدا من محمد علي الحامي والجماعة العمالية متاعه، وهذايا باش يتأكد مستقبلا مع الحزب الدستوري المسمى بالجديد وعلاقته بالزعيم النقابي فرحات حشات. لكن ما نسبقوش الأحداث ونبقاو في السياق متاعنا. الموقف متاع الحزب الدستوري للثعالبي أثار استغراب الوطنيين واللي ما همش منتمين ليه، وقالوا كيفاش الحزب الشيوعي اللي أغلب المنتمين متاعه ليه من الفرنسيس أو من الرعايا اليهود يساندوا محمد علي الحامي وتساتر أولاد بلاده ما يساندوهش. وفي خضم هذا الكل اللي بش يلقى الفرصة سانحة ويحاول بش يعزل الحامي هو بطبيعة الحال المقيم العام لوسيان سان، واللي وجود نقابة تونسية ما هوش عاجبه بالكل ومستعد أنه يحاربها بالحديد والنار. المقيم العام لوسيان سان
باش يعمل حملة ضد محمد علي ورفاقه في الصحف الفرنسية بطبيعة الحال، وباش يقدموا كعدو لدود لفرنسا، وعلى أساس أنه اللي صنعوه هما تركيا وألمانيا، واللي منظمته متواطئة مع الشيوعية العالمية، وهذا كاين كفر خلف القوادة اللي تبعثوا للاجتماعات وللجوامع باش ينعتوا الحامي بالكافر، وهو كي قلبوا التوانسة ضده. خلف هذا لوسيان سا اعتبر أنه قرب الحامي من الحركات الفوضوية لموفمون أنارشيست يشكل خطر على فرنسا وعلى أمنها، وبدأ يترصد في أول فرصة باش يشد محمد علي الحامي وجماعته ويحطهم في الحبس ويمنحهم من كل نشاط. النهار 19 جون في 1925 الفرصة اللي استنى فيها المقيم العام لوسيان سا جات، تتمثل في اعتصام عمال شركة، وكما سبق وقلنا لكم الطاهر الحداد كان ولد بلاد محمد علي الحامي، يعني من الحامة، ووالده هاجر للعاصمة تماما كما بو محمد علي، وكانوا تقريبا يسكنوا في نفس الحومة باب زيرة، لكن الحامي كان أكبر من الحداد بتسع سنين، وهذا ما منعش أنهم ترافقوا في فترة النضالات النقبية واللي توجت بتأسيس جماعة عموم العمل التونسيين. الطاهر الحداد اقرأ في جامعة الزيتونة وتحصل على شهادة التطويع، وكان ماشي في باله باش يواصل، لكن وفاة بوه عام 1920 باش تخليه يدخل للوظيف، وخدم ماسك دفاتر وكاتب بالجمعية الخيرية في عام 1921. التحق من بعد بمدرسة الحقوق العليا التونسية، وبالموازات كان منظم للحزب الحر الدستوري، وخاض النشاط النقابي والسياسي داخل الحزب متاع الثعالبي. البدايات متاع الطاهر الحداد كانت صحفية، كتب في جريدة الأمة والمرشد وإفريقيا، وكتاباته أثارت اهتمام وردود فعل الوطنيين لما فيها من نفس حداثي وروح نضالية. ومش لازم نقوله لهنا أنه من اللي دخل الحزب الحر الدستوري علاقته بالثعالبي كانت وطيدة جدا، وفيها تأييد مطلق للأفكار اللي جا بها. في نفس النسق التاريخي وفي عام 1923، يعني وقت اللي السلطة الاستعمارية والباي بنفسه ضغطوا على الثعالبي باش يغادر تونس، الطاهر الحداد باش يحس روحه يتبع وباش يلقى الضالة متاعو في العمل النقابي مع محمد علي الحامي وقت اللي رجع لتونس عام 1924، وانخراطه في العمل النقابي باش يتوج بكتاب العمال التونسيون وظهور الحركة النقابية اللي صدر عام 1927 وصادرته السلطة الاستعمارية. لكن ما نسبقوش الأحداث ونرجع لعام 1926. في عام 1926 المقيم العام لوسيان سا منع جماعة العمل التونسيين وانفى المؤسسين والمناضلين متاعها، وسكر عدة جرائد، وقام بحملة متاع قمع وإيقافات تبعا للقوانين اللي أصدرها في 29 جانفي 1926، وتسمت في الوقت ذاك لي ديكري سيليغا، معناها بالأوامر الجائرة، وهالأوامر هذم باش يتسبوا في خنق الحريات وتعطيل مسيرة النضال الوطني. وكما سبق وقلنا لكم السلطة الاستعمارية القات السبلة باش تحط الناس الكل فرد شكارها على خاطر الانتماء للشيوعية وما وراءها من نعت بالإلحاد والكفر، يخليه جزء لا يستهان به من الشعب يقف ضد الحركة الوطنية هذه، ويعتبر رموزها أعداء للإسلام وللتونسيين. وهذا هو اللي حبت القوات متاع الاحتلال اتوصلوا من خلال المطورنين واللي عاطينها الطوع واللي شاريتهم بالفلوس. النتيجة متاع هذا الكل هو انه نسق كبير من الدستوريين، معناها من جماعة الحزب الحر الدستوري التونسي او ما تبقى من رفاق الثعالبي، بداوا ياخذوا في مسافة ويبعدوا على كل الحركات الشيوعية والاشتراكية،
بما فيهم منظمة محمد علي الحامي المحظورة ومن حولها، والغاية متاعهم هي تجنب الغضب متاع المستعمر، وبالتالي الدساتره باش يتخلاو في الفترة هذه على التحرك السياسي المباشر. لكن في هالخمادة هذه الباي وينو؟ نعملوا عليه طلة. في داخل هالفوعة السياسية والعمالية، محمد الحبيب باي يغرم في زمانه، قاعد على كرسي الدرجح مقابل البحر في كارتاج، والمقيم العام ولا رفيقه يدخل ويخرج عليه وقت ما يحب. وكما سبق وقلنا لكم، اقتل الباي بحسناته واستدعاه في داره في مارينياك عام 1923، وضيف أحسن ضيافة هو ولاد عزدين ولمين، وزاد دبر له زيارة رسمية لفرنسا بدعوة من الرئيس الفرنساوي ألكسندر ميلرون. وفي هكا الزيارة داروا به بارشا بلايس، من فيرساي للوفر للتوريفيل، ومشاه زاد حتى للمعامل متاع رونو باش يشوف كيفاش الكراهة بيتصنعوا، وزاد مرة أخرى عدى أيامات بحدة ليوسياسا في مارينياك. بعبارة أخرى شبع ضيافات. في المرحلة هذه أكيد راكم تتسائلوا على غياب المظاهر الثقافية والفنية في استعراضنا للأحداث واللي صارت في الزوز عشريات الأولانين متاع القرن الماضي. وربما راكم تقولوا زعمة تونس كانت قاحلة، لا فيها لا فرجة لا تياتروات لا سينماوات لا فذاوي لا كاراكوزات لا عيساوات ولا مألوف ولا خروج عن مألوف. زعمة هكا كانت تونس في سنوات الاحتلال؟ لا مسرح لا غناء لا أفلام؟ أبدا، تونس ما كانتش هكا. تونس كانت ديما فيها حركة ثقافية، ويلزمكم تعرفوا أن المسارح من آخر القرن التاسع عشر كانت منصوبة على طول لافنيو دي لا مارين، وهو كليلة الحد، وفي المناسبات تتحط المدارات وتتنصب أبناك اللوح وانبوبات الغاز ويتغلف كل شيء بالباش باش الفرجة تقتصر على اللي خلصوا بلايسهم فقط، والبراني على برا والمغروم يجدد. ولهنا بقيت الأحداث نسمعوها في الحلقة الجاية، وما بقاكم باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من كرسي الحكام، وتسمعوها يوميا في نفس التوقيت بعد الستة متاع العشية على إيفام أحلى راديو. كرسي الحكام على إيفام. كرسي الحكام، نص عماد بن حميدة، موسيقى محمد أمين مرابط.